بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 61 بعد 100. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان تأويل المتأولين لاستواء الله على عرشه بأنه الاستيلاء من وجوه. أحدها أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين، فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم، بل أول من قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات وكتاب الإبانة. الثاني أن معنى هذه الكلمة مشهور، ولهذا لما سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا يريدان أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية، لأن السؤال عن الاستواء في الآية لا في اللغة. الثالث أنه إذا كان معلوما في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوما في القرآن. الرابع أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفى إلا ما قد علم أصله، كما نقول إنا نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو. الخامس الاستواء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخلوقات كالربوبية والعرش، وإن كان أعظم المخلوقات، ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره، كما في قوله تعالى قل من في السماوات قل من رب السماوات، كقوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وكما جاء في دعاء الكرب. فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال استوى على السماء وعلى الهواء والبحار والأرض وعليها ودونها ونحوها، إذ هو مستو على العرش. فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش ولا يقال استوى على هذه الأشياء، مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء، علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عاما كعموم الأشياء. السادس أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقها، وثبت ذلك في صحيح البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض، مع أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك، فمعلوم أنه ما زال مستوليا عليه قبل وبعد. امتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان مختصا بالعرش. السابع أنه لم يثبت أن لفظ استوى بمعنى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا إنه بيت مصنوع لم يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة. وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح، قال سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى، فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها، وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله،
فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. الثامن أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهر. الله سبحانه لا يعجزه شيء، والعرش لا يغالبه في حال، فامتنع أن يكون بمعنى استولى. فإذا تبين هذا فقول الشاعر ثم استوى بشر على العراق لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته. ومعلوم أنه ليس الخطاب أنه ليس في الخطاب قرينة أراد بالآية الاستيلاء، تدل على أنه ليس في الخطاب دليل قرينة تدل على أنه أراد بالآية الاستيلاء. وأيضا فأهل اللغة قالوا لا يكون استوى بمعنى استولى إلا فيما كان منازعا مغالبا، فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل استولى، والله لم ينازعه أحد في العرش. التاسع أنه لو ثبت أنه في اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء، ولو كان من لفظ بعض العرب لم يجب أن يكون من لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة. العاشر أنه لو حمل هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الأئمة عنه فضلا عن الله ورسوله. فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلاما نفهم منه معنى ويريدون به آخر لكان في ذلك تدليس وتلبيس، ومعاذ الله أن يكون كذلك. فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر في هذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بالاتفاق بل حقيقة في غيره. الحادي عشر أن هذا اللفظ يعني لفظ استوى الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة ودينا، أن جعل الطريق إلى فهمه بيت شعر أحدث فيؤدي إلى محذور. فلو حمل على معنى البيت للزم تخطئة الأئمة الذين لهم مصنفات في الرد على من تأول ذلك، ولكان يؤدي إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة، وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذا. الثاني عشر الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم، فيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعا. وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي، فإنه قال من قال الرحمن على العرش استوى خلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو جهمي. ومنه قول مالك الاستواء معلوم، وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قال بعض الناس. والسؤال عن معنى الاستواء والنزول ليس بدعة، فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون، وإنما البدعة السؤال عن الكيفية. انتهى ما ذكره شيخ الإسلام في إبطال تفسير الاستواء على العرش بالاستيلاء. فعلى المسلم الذي يريد الحق أن يسير على منهج السلف في هذا وغيره، ويترك تأويلات الخلف التي ليس عليها دليل، وإنما هي مجرد آراء تنبثق من اعتقادات غير صحيحة ولا مبنية على الكتاب والسنة. والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.